السلطة الأخرى، فبالتالي هناك مبدأ دستوري هم اللي سعوا له، فهم يعني اتجهوا اتجاه حضاري واتجاه يعني راقي جدا بأنهم قاموا برفع الدعوة، وهذا ما رتب لهم القانون. وكان مجلس القضاء الأعلى وهو سلطة مستقلة قد أقر عددا من المزايا المالية والإدارية لشريحة من القضاة، لكن مجلس الوزراء لم ينفذ القرار ما اعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية، خصوصا أن القرار يهدف إلى النأي بالقضاة عن المؤثرات المحيطة بهم. يجب أن يكونون منزهين عن كل صراع ومنزهين عن الحاجة، ما يعني نرغب أنهم يروحون ويحتاجون ويمارسون التجارة ويمارسون العمل الحر برا وهم قاعدين يقضون في قضاء الناس، لازم يكونوا بعيدين عن كل البعد عن هذه المسائل. نواب كويتيون رأوا في هذه الدعوة المرفوعة ما يؤكد على أن الهجوم النيابي على الحكومة أكثر من مرة أمرا مبرر. مؤشر آخر حقيقي وفعلي وحيادي من قضاة يمارسون مهنة سامية تؤكد مدى السوء اللي تدير فيه الحكومة الدولة. لذلك اليوم ليس اتهام من أعضاء مجلس الأمة وليس صراع سلطات، إنما جهة حيادية وسلطة مستقلة تثبت هذه الزاوية أو هذه الناحية. وستنظر محكمة التمييز في القضية في 11 مارس المقبل. وزير العدل سيقيم يوم الأربعاء مأدبة عشاء للقضاة، التسريبات تفيد أن عدد كبير منهم سيقاطع الاجتماع كونهم أدرجوا في إطار تميع المواقف وخلط الأوراق. سعد العجمي، العربية، الكويت. ويبقى معنا من الكويت مراسل العربية سعد العجمي. سعد، ما تفاصيل المواجهة الجديدة ما بين القضاة ومجلس الوزراء؟ نعم محمد، هذه مواجهة جديدة ومواجهة يعني تحدث للمرة الأولى. نحن نفهم أن يكون هناك صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ولكن دخول السلطة القضائية على الخط هذه المرة كان مكمن الاستغراب. القضاء يطالبون بعدد من المزايا المالية والإدارية. مجلس القضاء الأعلى وهو سلطة مستقلة حسب ما تنص المادة 50 من الدستور أوصى بإقرار تلك المزايا. الحكومة لم ترد، في الأخير لم تنفذ القرار. القضاء اعتبروا هذا تدخلا في عمل السلطة القضائية على اعتبار أن المادة 50 تفصل بين السلطات مع مبدأ التعاون. يعني القضاء يقولون أن الأوضاع المالية والأوضاع الإدارية بالنسبة لهم غير كافية، لا تفي بمستلزماتهم. محمد، مجموعة منهم كانوا لدي أمس هنا في المكتب. تعرف القانون الكويتي يحظر على القضاء التصريح. قالوا لي تخيل أن يكون مدير المكتب أو سكرتيرك راتبه أكثر من راتبك وأنت القاضي الذي تقضي بإعدام هذا الشخص وببراءة هذا الشخص وبإدانة تاجر المخدرات أو ببراءة مزور. الوضع غريب بالنسبة لهم. هم يقولون أن المزايا المالية والإدارية لا تتناسب والمسمى الوظيفي الذي نشغله. نعم، لكن هل نتوقع استجابة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي لمطالب القضاء لتفادي أزمة جديدة قد تؤدي ربما إلى إقالة الحكومة الكويتية؟ نعم، يعني واضح وزير العدل وما ذكر كما ذكر في التقرير سيقيم مأدبة عشاء لمحاولة تقريب وجهات النظر، لكن عدد كبير من القضاة لن يحضر. هناك مشروع محمد لدى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يسمى قانون تنظيم القضاء أو قانون السلطة القضائية. هذا القانون لم يقر، الوزير لم يحضر لاجتماعات اللجنة حتى يقر هذا القانون. بالتالي القضاء أو السلك القضائي يقولون هناك مماطلة حكومية في إقرار هذا القانون وهذا التشريع وفي إقرار أيضا مزايانا ورواتبنا وكوادرنا الإدارية. هم يقولون نحن سلكنا سلك القضاء لأن القضاء لا يسمح لهم بتنظيم الاعتصامات، بتنظيم المظاهرات. موظفو النفط عبر النقابات تظاهروا وحصلوا على حقوقهم المالية، موظفو الشركات كذلك. محمد، القضاء يقولون نحن نضطهد، فبالتالي سلكنا السلك القضائي. في حالة أن حقوقنا لم تقر ولم نصل إلى نتيجة مع الحكومة فإن كل الخيارات متاحة لنا، هذا على الأقل حسب ما أكدوا لي محمد. سعد العجمي مراسل العربية، كنت معنا من الكويت.